السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هشرح مشروع السمارت هوم، وان شاء الله هيبقى مشروع كبير وكويس جدا. علشان تقدر تكتب الكود بتاع البروجكت دوت، لازم تكون كتبت درايفرز لكذا موديول قبل كده، والموديولز اللي احنا هنستخدمها في البروجكت دوت هتبقى عباره عن موديول الدي اي او والليد والاي سكويت كروم والانتربت والال سي دي والكيباد والاي دي سي والتايمر والاس بي اي كوميونيكيشن بروتوكول. لازم تكون كتبت درايفر وكود للتسع موديل دول قبل كده، يعني جزء كبير من اللي انت اتعلمته في جزء الانترفيس بتاع دبلومه الامبيد سيستم. فعلشان كده يعتبر البروجكت ده تطبيق كويس جدا ممكن ان انت تنفذه بعد ما تخلص دبلومه الامبيد سيستم. نوع المايكرو كنترولر اللي انا هبقى مستخدمه في البروجكت هو من نوع اي في ار اتميجا 32. طب اول حاجه، انت لو بصيت على الديزاين بتاع البروجكت دوت على البروتوس هتلاقي ان الديزاين سهل والاسلاك قليله. ده بسبب ان انا استخدم خاصيه موجوده في البروتوس اسمها بليس واير ليبل او واير ليبل. ايه فكره الواير ليبل؟ البنيه رقم 18 انا خدت منها سلك وسميت الواير دوت ار واحد، او اديته ليبل ار واحد. وجيت على بنايه الانود بتاعت اللي اداه ديت، وبرده شديت منها سلك واديت ليبل للسلك دوت برده ار واحد. دلوقتي بقت السلكايه ديت او بنايه رقم 18 في المايكرو كنترولر متوصله بواير ببنايه الانود بتاعت اللي اداه دي، فكاني بالظبط كنت موصل ما بينهم بي لاين. تعالوا ناخدها احسن بمثال، ان انا عايز اوصل البنايه دي بالبنايه رقم 13، البنايه رقم 23. فاول حاجة ممكن اعملها ان انا اوصل ما بينهم بلاين عادي. فدي اول طريقة ان انا اوصل ما بين البناية رقم 22 و 23 بلاين عادي. الحل التاني ان انا اطبق فكرة البليس واير ليبل. ان انا اعمل ايه؟ اجي اقف على البناية وادوس كليك شمال واشد خط وادوس دبل كليك شمال، واجي اقف على البناية اللي بعدها ادوس كليك شمال واشد خط وادوس دبل كليك شمال. بعد كده اجي اقف على الواير دوت، اجي اقف على الواير نفسه وادوس كليك يمين واختار بليس واير ليبل واديله اي اسم، وليكن مثلا هسميه اي اي وادوس انتر. وبعد ما انا خلاص اديت ليبل للواير الاولاني ان هو اسمه اي اي، واجي اقف على الواير الثاني على اللاين نفسه لحد ما الاقي كده لونه بقى احمر. بعد كده ادوس كليك يمين وبرده اختار بليس واير ليبل واديله نفس الاسم، لازم يكون نفس الاسم. فدلوقتي بقى التو لاينز دول او البنايه رقم 22 متوصله بالبنايه رقم 23 ب واير او بلاين. فهي نفسها بالظبط ان انا كنت واصل ما بين بلاين. فكل اللي عملته ببساطه ان انا بقف على البنايه ادوس كليك شمال اشد خط دبل كليك شمال، هنا ادوس كليك شمال اشد خط دبل كليك شمال، اسمي ديت ادوس عليها كليك يمين اعمل بليس واير ليبل اسم، ادوس على اللاين ده كليك يمين بليس واير ليبل نفس الاسم. طبعا يبان لك الموضوع اصعب، هتقول لي طب ما انا اخلص واوصل ما بينهم لاين وخلاص، يعني طب ما اعمل كده بسهوله، ايه اللي يخليني اعمل كل الكلام ده ما اوصل ما بينهم بلاين والموضوع سهل؟ هقول لك لما يكون الديزاين كومبليكيتد ومليان اسلاك كتير قوي، فانت لو وصلت كله اسلاك هتحس الدنيا داخله في بعضها ومش هتشوف حاجه من الديزاين. لكن لو انا وصلتها بالبليس واير ليبل هتلاقي الديزاين منظم جدا، وهتلاقي نفسك عارف تشوف الديزاين بشكل كويس قوي. يعني مثلا هنا انا كنت عايز اوصل ال 11 بنايه بتوع ال LCD دول ب 11 بنايه مايكرو كنترول، فلو انا كنت وصلتهم بلاينز كان هيبان الموضوع ملخبط والاسلاك داخله في بعض. ان كل اللي عملته ان انا سميت البنايه دي دي زيرو وسميت البنايه دي زيرو، سميت دي تي واحد شديت منها لاين وسميتها دي واحد وسميت البنايه دي دي واحد، فبقت البنايه دي واسطه بالبنايه دي بسلك والبنايه دي واسطه بالبنايه دي بسلك، والديزاين بقى شكله الطف بكتير جدا. فعلشان كده باين لك على البروتوس ان الديزاين ايه مش كومبليكيت. طبعا لو جيت توصلها هاردوير هتلاقي فيه اسلاك كتير جدا والديزاين ممكن يكبر معاك. فدي كده الخاصيه اللي اسمها الواير ليبل اللي موجوده في البروتوس. طب اول حاجه، البروجكت مكون من اتنين مايكرو كنترولر، الاتنين مايكرو كنترولر دول موجودين في نفس السمارت هوم بس الاتنين على مسافه من بعض، يعني الاتنين مش جنب بعض، الاثنين موجودين في نفس السمارت هوم بس بعاد عن بعض، ومربوطين مع بعض وايرد، يعني عن طريق وايرز بالكوميونيكيشن بروتوكول السيريال اللي اسمه الاس بي اي. فالاثنين على بعاد عن بعض مش في نفس المكان، بس الاثنين موجودين في نفس السمارت هوم ومربوطين مع بعض وايرد بالكوميونيكيشن بروتوكول السيريال اللي اسمه الاس بي اي.
وفي الاس بي اي طبعا انتوا عارفين في مايكرو كنترول اسمه الماستر، مايكرو كنترول اسمه السليف، مش عايز اخش في الموضوع دوت، ده كده موجود في التوبيك بتاع الاس بي اي. فده كده هيبقى الماستر مايكرو كنترولر، وده كده هيبقى السليف مايكرو كنترولر، والاثنين موجودين في السمارت هوم بعض عن بعض ومربوطين ببعض وورد بالكوميونيكيشن بروتوكول السيريال اللي اسمه الاس بي اي، بحيث عن طريق الكوميونيكيشن بروتوكول اللي اسمه الاس بي اي يقدروا يبعتوا داتا لبعض ويقدروا ان هم يكوميونيكيتوا مع بعض. طب هتلاقي ان كل الفاسيلتيز بتاعت السمارت هوم متوصله بالمايكرو كنترولر التاني، والفاسيلتيز بتاعت السمارت هوم هي عباره عن 4 رومز وتلفزيون واير كونديشن. الروم دي كده الروم الاولانيه، الروم الثانيه، الروم الثالثه، الروم الرابعه، ده كده التلفزيون والتكييف عباره عن اللدايه ديت بلس التمبريتشر سنسور دوت، وهنتكلم عليها في نهايه الفيديو لان التكييف هيبقى فيه موضوع كبير شويه. انا هنا معتبر ان كل روم عباره عن لدايه، بحيث انا لو عايز الكنترول على الروم دي يا اما هنور اللدايه يا اما هطفي اللدايه. انت ممكن لو عايز تكبر الموضوع اكتر وعايز فعلا تمبلمنته في شقه، فاللدايه ديت هتعمل لها سواب ب ريلي ولمبه حقيقيه، اللمبه اللي ممكن تكون بتشتغل من 12 فولت مثلا. فانت ممكن تعمل سواب، يعني تشيل كل الليدات دي، تعتبر ان الروم ديت هي عباره عن لمبه واللمبه دي متوصله بريلي، فتحط الريلي وتحط لمبه. لو انت عايز تعمل موديفيكيشن على البروجكت ده مثلا وتنفذ فعلا شقه حقيقيه، وتبقى انت علشان تكنترول على روم معينه فانت هتطفي اللمبه ديت او هتنور اللمبه دي، فانت ساعتها محتاج تجيب مع اللمبه ريلي. بس انا هنا مبسط الموضوع، معتبر ان كل لمبه هي عباره عن للدايه، اللمبه دي لو عايز كنترول عليها علشان انورها فبالتالي هنور للدايه، لو عايز اطفيها هطفي للدايه، ما عدا الاير كونديشنر هو عباره عن يعني سواء الاربعه رومز او التلفزيون كلهم عباره عن للدات، ما عدا التكييف هو عباره عن ليد وكمان مين وتمبريتشر سنسور زي ما قلت لكم هنتكلم عليه في نهايه الفيديو ان شاء الله. فدي كده الفاسيلتيز بتاعت السمارت هوم، هي عباره عن 4 رومز وتلفزيون واير كونديشنر. طب هل المايكرو كنترولر الثاني اللي هو السليف هو اللي بيتحكم في الرومز ديت وفي الفاسيلتيز ديت؟ هقول لك لا، اللي بيتحكم في كل الفاسيلتيز ديت هو اليوزر الكونكتد بالمايكرو كنترولر الاولاني. اليوزر الكونكتد بالماستر مايكرو كنترولر هو اللي بيتحكم في كل الفاسيلتيز اللي هي متوصله بمين؟ بالمايكرو كنترولر الثاني. بص لو بصيت هنا هتلاقي الار 1 متوصله هنا، والار 2 والار 3 والاير كونديشنر والدي في كلهم متوصلين ببنات المايكرو كنترولر الثاني اللي هو السليف. لكن اللي بيتحكم هم ينوروا ولا يطفوا اليوزر اللي هيبقى كونكتد بيه المايكرو كنترولر الاولاني اللي هو هيبقى موجود في حته بعيد عنهم خالص. انا ليه عامل الحركه دي؟ علشان عايز اقول لك ان اليوزر اللي هيبقى كونكتد بالكنترولر دوت يقدر يتحكم في شويه فاسيلتيز موجوده في نفس السمارت هوم بس موجوده في اماكن بعيده عنه. الكلام ده هيتم ازاي؟ ان المايكرو كنترولر دوت هيبقى متوصل بكيباد وبال سي دي. هيظهر لليوزر اللي هو متوصل مع المايكرو كنترولر ماستر، هيظهر له على شاشه ال سي دي مثلا زي ما هنشوف كمان شويه، اللي هو لو دوست واحد انت كده هتكنترول روم رقم واحد، لو دوست اثنين يبقى انت هتكنترول روم رقم اثنين، لو دوست ثلاثه روم رقم ثلاثه. طب لما يجي هنا على الكيباد ويدوس واحد ويبقى اختار ان هو عايز كنترول روم رقم واحد، هيظهر له على ال سي دي ان انت لو عايز تنور اللمبه هتدوس واحد، عايز تطفي لمبه هتدوس اثنين، وهنشوف الكلام ده دلوقتي لما نيجي الراوند. فانا عايز اقوله لك ان الكيباد والال سي دي هيبقوا كونكتد بالماستر مايكرو كنترول، لان دول كده اللي هيبقوا مع اليوزر، بحيث اليوزر اللي هو هيبقى كونكتد بالماستر مايكرو كنترولر اللي هو هيبقى قاعد في حته بعيده عن الفاسيلتيز بتاعت الشقه. يعني انا قاعد مثلا في الصاله والفاسيلتيز دي موجوده جوه، وانا عن طريق المايكرو كنترولر اللي موجود في الصاله اقدر اتحكم في كل الفاسيلتيز اللي موجوده جوه. ازاي الكلام ده هيتم؟ ان انا قدامي ال سي دي بيظهر عليها السليكشنز كلها، ومعايا كيباد، الكيباد ديت بدوس عليها على البوتنز بحيث اختار السليكشن اللي انا عايزه. طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ السليكشنز دي هتبدا تتبعت عن طريق بروتوكول اس بي اي للمايكرو كنترولر الثاني، والمايكرو كنترولر الثاني ديبند على اللي مبعوت له من المايكرو كنترولر الاولاني هيبدا ان هو يكنترول الرومز والفاسيلتيز دي كلها. فدي الفكره ببساطه، علشان كده احنا خليناهم متوصلين وايرد وبيكونكت مع بعض بالاس بي اي، بحيث ان اليوزر اللي كونكتد بالماستر مايكرو كنترولر قدامه الشاشه بتاعت ال سي دي بيقول له عايز تكنترول كذا دوس كذا، بيبدا ان هو يدوس على الكيباد على السليكشنز اللي هو عايزها. السليكشنز دي بتبدا تتباعد عن طريق الاس بي اي للمايكرو كنترولر الثاني اللي هو السليف، والمايكرو كنترولر ديبند على اللي مبعوت له هيبدا ان هو يكنترول مين الرومز دي. فبالتالي اللي بيتحكم في الموضوع كله هو اليوزر اللي كونكتد بيه الماستر مايكرو كنترول. طب قبل ما نرن البروجكت عايز اقول لكم معلومتين مهمين. اول معلومه ان انا هبقى عامل في البروجكت دوت تو مود، مود اسمه الادمن مود
ومود تاني اسمه الجست مود. الادمن مود دوت اللي هو المود بتاع صاحب الشقه. والادمن يقدر لو انا موجود في الادمن مود وانا صاحب الشقه اقدر ان انا كنترول على كل الفاسيلتيز دي. فيظهر لي على ال سي دي ان انا اقدر كنترول على كل الفاسيلتيز دي، وعن طريق الكيباد اقدر اختار انا عايز كنترول على مين فيهم. الجست مود اللي هو تاني مود ده المود بتاع واحد زائر على الشقه، يعني واحد مش صاحب الشقه، ده واحد جيست او زائر على الشقه. فلو انا دخلت في الجيست مود فساعتها ما اقدرش كنترول ولا على التي في ولا على الاير كونديشنر، اقدر كنترول بس على الاربعه روم. علشان كده لما تيجي ترن هتلاقيه بيسالك في الاول هل انت ادمن ولا انت جيست، ولو انت اخترت ادمن هيقول لك طب اكتب الباسورد بتاع الادمن عشان يتاكد فعلا ان انت ادمن. فلو فعلا كتبت الباسورد بتاع الادمن صح يبقى انت الادمن، وهيدي لك الافيلابيلتي ان انت تقدر تكنترول على كل الحاجات دي. ولو اخترت جيست وكتبت فعلا الباسورد بتاع الجيست وتاكد ان انت جيست مش صاحب الشقه، هيبدا يخليك تكنترول على مين؟ على الاربع حاجات دول بس. فهيبقى عندي تو مودز، الادمن مود والجيست مود، وهيطلب مني في الاول ان انا اختار هل انا ادمن ولا انا جيست. ولو انا ادمن لازم اكون حافظ باسورد الادمن، ولو انا جيست لازم اكون حافظ باسورد مين؟ الجيست. والادمن بيكنترول على كل حاجه موجوده في الروم، في كل حاجه موجوده في السمارت هوم، والجيست بيكنترول على الرومز بس، ما يقدرش يكنترول ولا على الدي في ولا على الاير كونديشن. تاني حاجة، انت لما تيجي تشتري موبايل جديد مش في الاول لما تيجي ترن بيقولك ظبط الباسورد بتاع الموبايل او اعمل سيت للباسورد بتاع الموبايل، انا عايزك او في الاول بتظبط الباسورد بتاع الموبايل ده عبارة عن ايه. لكن بعد كده لو انت قفلته وجيت ترن تاني هل هيقولك اعمل سيت للباسورد بتاع الموبايل تاني؟ اكيد لا، هيطلب منك ان هو عايز يتشيك هل انت فعلا صاحب الموبايل ولا لا، عن طريق ان انت هتكتب الباسورد. لو زي الباسورد اللي انت كنت عامله ست قبل كده يبقى انت صاحب الموبايل، فبالتالي يبدا يدخلك على الموبايل. لو انت مش حافظ الباسورد يبدا يقول لك لا انت كده مش صاحب الموبايل ويطلع لك مسج ايرور. فاللي عايز اقوله لك ان انت لو هترن الابلكيشن بتاع الموبايل اول مره هيطلع لك مسج الست اللي هو ظبطت الباسورد بتاع الموبايل انت عايزه يبقى ايه. لكن لو هترن الابلكيشن بتاع الموبايل تاني مره او تالت مره او رابع مره، او لو كنت رنته قبل كده وهترنه تاني، مش هيطلب منك ان انت تسيت الباسورد بتاع الموبايل، لكن هيطلب منك ان انت تتشيك او ان هو يتشيك على انت حافظ الباسورد ولا لا. فده اللي انا عامله في الابلكيشن برضو، ان انا لو رنيت الابلكيشن لاول مره هيطلب مني ان انا اعمل سيت للباسورد بتاع الادمن وسيت الباسورد بتاع الجيست. لكن لو انا قفلت الباور عن الابلكيشن، ومعنى كلمه قفلت الباور عن الابلكيشن في الحقيقه ان انا اشيل الباور على البروتوس هنا، ان انا اقفل الباور هنا اللي هو زرار الستوب، لكن طبعا في الحقيقة ان انا اشيل الباور عن المايكرو كنترولرز وعن السمارت هوم. فلو انا جيت قفلت الباور وفتحتها تاني مش هيطلب مني ان انا اعمل سيت للباسورد تاني، ان انا خلاص عملت سيت للباسورد اول مره، فلو جه يرن تاني هيطلب مني ان هو يتشيك على الباسورد ومش هيطلب مني ان انا اعمل سيت تاني. نفس الفكره بتاعت الموبايل بالظبط. قالوا بقى نرن البروجكت. اول حاجه هرن البروجكت، برنه لاول مره فيقول لي ويلكم تو سمارت هوم لوجن فور فيرست تايم، لان انا برنه لاول مره. وطالما برنه لاول مره هيطلب مني في الاول ان انا اسيت الباسورد بتاع الادمن، يقول لي سيت الادمن باسورد ومستني ان انا اظبط الباسورد بتاع الادمن لان انا برنه لاول مره، فلسه بيقول لي ظبط الباسورد اللي بعد كده هيبقى الباسورد بتاع الادمن. اللي بعد كده في الخطوات اللي جايه لما تقفل الباور تفتحه تاني هبدا اتشيك على الباسورد دوت واشوف هل انت حافظ الباسورد دوت ولا مش حافظه، بحيث لو ولو انت هتبقى حافظ الباسورد ده هدخلك على الادمن مود، لو مش حافظه مش هدخلك على الادمن مود. فاول حاجه نظبط الباسورد ان هو عباره عن 4 ديجيت او 4 ارقام. وزي الفيسبوك او زي اي ابلكيشن بتلاقي ان انت الرقم لما تيجي تكتب باسورد، لما تيجي تكتب رقم او حرف بتاع باسورد، فهتلاقي ان الرقم ده بيظهر قدامك لفتره زمنيه معينه، وبعد كده الحرف ده بيختفي وبيظهر مكانه نقطه او نجمه. ده اللي موجود في الفيسبوك، موجود في معظم الابلكيشنز. فنفس الكلام انا هنا مظبط الباسورد عباره عن 4 ارقام او 4 ديجيت، والرقم هبقى بكتبه فبيظهر قدامي، وبعد 300 مللي سكند بيختفي وبيظهر مكانه نجم. فانا وليكن هظبط باسورد الادمن ان هو يبقى 4 وحاجة. فاول حاجه هدوس 1 فتلاقي الواحد ظهر، بعد كده بقى نجمه، بعد كده واحد تاني ظهر، بعد كده بقى نجمه. طب الموضوع ده بيتم ازاي قبل ما اكمل؟ ببساطه اول حاجه هتلاقي ان الكيباد ديت الثمانيه لاينز بتوعها متوصلين ببنات المايكرو كنترول. ادي كده كي بي 1 وادي كده كي بي 2. فانا اول حاجه بسكان الحرف اللي انا بدوس عليه هنا، وبعد كده ببدا ان انا ابعته للال سي دي. وليكن ظهر هنا، لو كان الكيرسر واقف هنا فهتلاقي ان الحرف ظهر هنا اللي هو الرقم اللي هو كان 1، وبعد كده الكيرسر هيبدا يتحرك في المكان اللي جنبه، فانا هرجع الكيرسر تاني هنا، وبعد كده هبدا ابعت الاسكي كود بتاع النجمه، فتلاقي ان النجمه ظهرت، وبعد كده هيبدا الكيرسر يتحرك تاني هنا. فده الموضوع بسيط. يعني دلوقتي لما ادوس 1 اول حاجه هيسكان الواحد،
طبعا هو بيسكان الاسكي كود بتاع الواحد، بعد كده بيبعت لل LCD الاسكي كود بتاع الواحد علشان يظهر هنا الواحد، بعد كده الكيرسور يتحرك في المكان اللي جنبه، فانا هروح في الكود مرجع الكيرسور مكانه تاني، وبعد كده هبعت لل LCD الاسكي كود بتاع النجمه، فالنجمه هتظهر هنا، بعد كده الكيرسور يتحرك في المكان اللي جنبه. فدي كده الاوبريشن طبعا انا باختصرها، لكن الكلام ده المفروض يتشرح بالتفصيل. بعد كده هدوس واحد تاني لان انا عايز اظبط الباسورد 4 وحايد. اخر حاجه هدوس واحد فيقول لي كده باسورد سيفد، انا كده ظبطت باسورد الادمن ان هو يكون 4 وحايد. دلوقتي عايز اظبط الباسورد بتاع الجيست، فانا هظبطه ان هو يكون 4 اتنينات نفس الفكره، ادي 2 بعد كده 2 بعد كده 2 بعد كده 2، فكده الباسورد سيفد. يبقى انا كده ظبطت الباسورد بتاع الادمن وظبطت الباسورد بتاع الجيست. دلوقتي بقى هيبدا يقول لي سيلكت المود، دوس على زيرو لو انت عايز تخش على الادمن مود وتبدا تكنترول حاجات الادمن، بس طبعا قبل ما يدخلني على الادمن مود هيتشيك ان انا حافظ الباسورد، ودوس واحد لو انت عايز تخش على الجيست مود. طب لو في اللحظه دي انا قفلت الباور عن الابلكيشن وفتحته تاني، هيقول لي ويلكم تو سمارت هوم، وهيبدا يقول لي زيرو للادمن وان للجيست. طب فين خطوات الست؟ لا ما هو مش هيفتحها لي تاني خالص. بص لو قفلت تاني وفتحت مش هيعديني على خطوات الست تاني. ليه؟ لان هي خطوات الست بيخليك تعدي عليها في اول مره بس تران الابلكيشن، بعد كده مش هتظهر لك تاني. طب هو ازاي الابلكيشن او الكود اللي انا عملته قدر يديتكت هل انا اول مره ران ولا مش اول مره ران؟ الحته دي مهمه جدا. هنا بقى يظهر دور الموديول اللي اسمه اي سكوير بيروم اللي انا قلت لكم عليه ان انت لازم تكون كاتب له كود عشان تعرف تعمل المشروع ده. طب الاي سكوير بيروم عشان اشرحها بالتفصيل محتاج مثلا ساعه ساعه ونص، فانا مش هشرحها بالتفصيل، انا هشرح منها بس الحاجات اللي انا محتاجها في الجزئيه دي. الاي سكوير بيروم هي عباره عن ميموري بتكون انترنال جوه المايكرو كنترولر، الميموري دي بتبقى مكونه من مجموعه لوكيشنز، وكل لوكيشن قادر اخزن فيه 8 بت او 1 بايت، وبتبقى مجموعه لوكيشن. الميموري الاي سكوير بروم الانترنال جول اتميجا 32 بيبقى حجمها 2 كيلو بايت، يعني 2048 لوكيشن، وكل لوكيشن ممكن اخزن جواه 8 بت او 1 بايت. الميموري دي بتتميز ان هي بتكون نون فولاتايل، معنى كلمه نون فولاتايل معناها مش متطايره، يعني لو انا خزنت فيها حاجه وجيت قفلت الباور عن المايكرو كنترولر وفتحته تاني هلاقي ان هي لسه محتفظه بالحاجه اللي انا خزنتها، فالخاصيه دي اسمها نون فولاتايل. باي ديفولت الاي سكوير بروم بتبقى جواها جوه كل لوكيشن 8 وحايد، يعني بتلاقي كل لوكيشن، قلت لك كل لوكيشن ممكن يشيل 8 بت، فبتلاقي كل لوكيشن جواه 8 وحايد، ده كده باي ديفولت. يعني بالديسمل 255، او لو انا عايز اكتبه بالهكس ديسمل هيبقى 0xFF، طبعا 0x دي لو انا عايز اكتب الرقم بالهكس ديسمل، لكن هيبقى جوه كل لوكيشن FF، لان احنا عارفين ان كل 4 وحايد لو عايز احوله من الهكس ديسمل بتحوله لF. فالاي سكوير بروم بتاع ميموري انترنال جوه المايكرو كنترولر، الاي سكوير بروم الانترنال جوه اتميجا 32 حجمها 2 كيلو بايت او 2048 لوكيشن، كل لوكيشن ينفع يشيل 8 بت، باي ديفولت بيبقى كل لوكيشن جواه 8 وحايد، ده الديفولت بتاعها. وكمان بتبقى نون فولاتايل، يعني لو انا خزنت جواها حاجه وقفلت الباور فتحته تاني هتفضل محتفظه باخر حاجه انا خزنتها. تمام؟ فانا هعمل ايه بقى؟ انا هستخدم الاي سكوير بروم بحيث ان انا في بدايه الكود خالص هبدا ان انا اريد، ولكن هاجي على اللوكيشن ده مثلا اللي هو الادرس بتاعه بالهكس ديسمال 100، ده كده الادرس، يعني الادرس بتاعه 0x100 او الادرس بتاعه 100 بالهكس ديسمال، فجيت على اللوكيشن ده اخترته ان ده كده اللوكيشن اللي هيحدد لي الستيتس بتاعه البروجرام، هل انا اول مره ران ولا لا. ليه؟ انا هاجي في بدايه الكود خالص وهبدا اقرا محتوى اللوكيشن ده، هاجي ابدا اقرا محتوى اللوكيشن اللي الادرس بتاعه بالهكس ديسمال 100، وابدا اسال هل محتوى اللوكيشن ده بيساوي 0xFF؟ لو لقيت ان محتوى اللوكيشن ده بيساوي، طبعا عن طريق اف كونديشن، هقول كده اف واستخدم فانكشن هبقى كاتبها للاي سكوير بروم، الفانكشن دي وظيفتها ان هي بتريد محتوى لوكيشن معين، فابدا اقول اف وابدا ان انا اريد محتوى اللوكيشن اللي هو 0x100 اللي انا اخترته بحيث يمثل لي الستيتس، واسال لو الحاجة اللي انا عملت لها ريد بالاف كونديشن بتساوي 0xFF، كده افهم ان انا كده في الديفولت بتاع الاي سكوير بروم، معناه ان انا اول مرة اران الابليكيشن، فبالتالي اخش ابدا انفذ خطوات السيت بتاعت سيت الادمن مود وسيت الادمن باسورد وسيت الجيست باسورد، ولما اخلص خالص خطوات السيت هخش اكسس المكان ده واخليه بدل 8 وحايد 8 اصفار، يعني خليه بالهكس ديسمال بدل FF يبقى 00. فده اللي انا عملته ببساطه، ان انا في بدايه الكود هبدا اريد محتوى اللوكيشن 0x100، هبدا اشوف لو هو بيساوي 0xFF معناه ده الديفولت بتاعه، معناه ان انا اول مره ارن الابلكيشن، فساعتها هبدا ان انا اعدي على خطوات السيت واسيت الادمن باسورد واسيت الجيست باسورد،
واجي في نهايه خطوات الست اللي هو اخر سطر قبل الكيرل براكت بتاع الاف كونديشن، وابدا اخلي محتوى اللوكيشن ده 8 اصفار. طب دلوقتي انا لو قفلت الباور وفتحته تاني، مش هيبدا الكود عن طريق ان هو يتشيك الاف كونديشن؟ فهيسال هل محتوى المكان ده 8 وحيد؟ طبعا مش هيلاقيه 8 وحيد، هيلاقيه 8 اصفار، فبالتالي مش هيخش في الكود بتاع الاف كونديشن، فبالتالي مش هينفذ خطوات الست مره تانية ويخش على طول على خطوات التشيك. فدي كده ببساطه. طب ليه استخدمت الاسكول بروبلم انها نون فولاتايل؟ هي ميموري نون فولاتايل، فبالتالي لو انا خزنت هنا 8 اصفار وقفلت الباور وكيف فتحته تاني، فتبقى ستيل بتخزن في اللوكيشن ده 8 اصفار، لان هي ميموري بتفضل محتفظه بالمحتوى بتاعها لما بتقفل الباور من عليه. فدي كده الفكره. فعلشان كده احنا لما قفلنا الباور وفتحناه تاني لانها دخل على طول على خطوات التشيك، لان هو لما عمل ريد لمحتوى اللوكيشن ده ما لقاش جواه 0xFF، فبالتالي ما نفذش الكود بتاع الاف كونديشن ودخل وعمل له سكيب ودخل على طول على الكود بتاع التشيك. طب انا لو عايز ارجع البروجرام تاني كاني اول مره اشتريه، كاني عايز اعمل له ريستارت وابدا من اول وجديد، ففي هنا كده خاصيه في البروتوس اسمها تيجي من عند الديبج، طبعا بس طبعا توقف البرنامج ودي من عند الديبج وتقول له ريسيت، اللي هي ريسيت دي، وتقول له يس. انت كده مسحت محتوى الاسكول بروم كله، رجعت الاسكول بروم تاني كلها افات كلها واحد. فبالتالي انت لو رنيت دلوقتي هتلاقيه بدا معاك من الاول خالص، اللي هي خطوات الست لوجن فور فيرست تايم، وبدا بخطوات الست. فالخطوه دي انت ممكن تعملها في البروتوس، اللي هو تيجي من هنا وتعمل ريسيت للاسكول بروم بحيث تخليه يبدا معاك تاني من الاول خالص، ويمسح كل محتوى الاسكول بروم ويبدا معاك من الاول خالص بخطوات الست. لان هو دلوقتي انت لما مسحت محتوى الاسكول بروم، فلما تيجي ترن هيجي يبدا يريد اللوكيشن الادرس بتاعه 0x100، هيلاقي محتواه جواه 0xFF، فبالتالي هيبدا ان هو يعديك على خطوات الست تاني. لو انت عايز تعمل الكلام ده هاردوير، كل اللي بتعمله ان انت بتفتح برنامج الاكستريم بيرنر اللي انت عن طريقه بتحرق الكود. طبعا هيبقى المايكرو كنترولر اللي هو جواه الاسكول بروم اللي انت عايز تمسحها، هيبقى المايكرو كنترولر ده متوصل مع الكمبيوتر عن طريق البروجرامر. كل اللي هتعمله هتيجي هنا تقول له اريز، وتختار ان انا عايز اريز الاي سكول بروم، بس طبعا هنا اريز تشيب، فممكن تقول له اريز تشيب كلها اللي هي تشيب ريز، ده كده هيريز الاي سكول بروم ويريز كل حاجه. فلما تيجي تقول له اريز تشيب انت كده مسحت الفلاش ومسحت الاي سكول بروم، فالاي سكول بروم اتمسحت خالص، فبالتالي رجع التاني كلها افات. يعني بص كده التابه بتاعت الاي سكول بروم هتلاقي جواها كل اللوكيشن افات، لان ده الديفولت بتاعها. لكن لما انت هتكون كتبت الكود ده هتلاقي ان لا، في لوكيشن معين بقى في 0x00 بعد ما عدى الخطوات الست، اللي هو اللوكيشن الادرس بتاعه 0x100. فانت لما تيجي تقول له ريسيت شيب انت كده مسحت الاسكول بروم. فلما هتمسح الاسكول بروم هترجع تاني كل اللوكيشنز افات، فبالتالي هيرجع تاني معاك في خطوات الست. فده كده الحاجه الهاردوير اللي انت هتعملها. وهنا على البروتوس انت بتعمل ديبج وبتبدا تمسح، بس طبعا تكون موقف الرننج، وتبدا تمسح عن طريق الريسيت دي. كويس جدا. فتعالى بس نعمل خطوات الست تاني، خلي باسورد الادمن 4 وحيد، وخلي باسورد الجيست كام 4 اتنينات. طيب قبل ما تكمل، انت هتلاقيني في الكود ما كنتش مختار لوكيشن واحد للستيتس، انا مختار تو لوكيشن. لوكيشن 0x100 دوت شايل الستيتس ان انا عملت سيت للادمن باسورد، ولوكيشن 0x101 اللي هو 101 بالهكس ديسمال شايل الستيتس ان انا عملت سيت للجيست باسورد، بحيث ان انا لما كنت بعمل سيت للادمن باسورد كنت بخش على اللوكيشن ده خليه 0x00، ولما كنت بعمل سيت للجيست باسورد كنت بخش على اللوكيشن ده خليه 0x00. وكنت باجي في بدايه الكود بسال لو اللوكيشن ده محتواه 0xff او ده 0xff، يعني لو انا نسيت اعمل سيت لاي واحد منهم كنت بعدي على خطوات الست كامله. طب ليه انا عملت حاجه زي كده؟ انا كنت وانا بكتب الكود شايف ان انا كده بعمل سيبريشن وبعزلهم عن بعض، بس الافضل ان انا ممكن اربطهم بفلاج واحد زي ما انا كنت شارح من شويه. بس هتلاقي في الكود عامل لده فلاج وده فلاج، او عامل لده لوكيشن في الاسكول بروم وده لوكيشن. ولما بخلص خطوات الست بتاعت الادمن بخلي ده 0x00، لما بخلص خطوات الست بتاعت الجيست بخلي ده 0x00. وفي البدايه خالص بسال لو اي واحد فيهم بريد الاثنين، بسال بي اف كونديشن لو ده ب 0xff او ده ب 0xff، يعني لو نسيت ان انا اعمل سيت لاي واحد منهم كنت بعدي على خطوات الست تاني. لو الاثنين مش ب 0xff فبالتالي الكونديشن بتاع الاف مش هيبقى ترو، ساعتها كنت بعمل اسكيب للكود بتاع الاف كونديشن، ان ولا ده هيبقى 0xff ولا ده 0xff، فكونديشن الاف كونديشن هيبقى فولس، فما كانش هيخش على الكود بتاع الاف كونديشن. بس قلت لكم اقول لكم النوت دي علشان لو حد منكم هيبدا ان هو يقرا الكود. طيب طبعا الكود هتلاقوه، الكود موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو، وكمان هتلاقوا البرودكت ديزاين موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو.
طيب احنا كده خلصنا حته السيت او ازاي اديترماين هل انا اول مره ارن الابلكيشن ولا لا. يعني انا بس كنت موريلكم وقلت اقول لكم ككود وايز الموضوع ده بيتنفذ ازاي، ازاي الكود بتاعك بيقدر يحدد هل انت اول مره ترن الابلكيشن ولا انت كنت عامل راننج للابلكيشن ودي تاني مره او تالت مره ترن الابلكيشن. طيب مش انا بعد ما كنت بعدي يعني بعد ما كنت بقول ان انا عايز اسيت الادمن باسورد، كنت فعلا ببدا اكتب الباسورد بتاع الادمن اللي هو كان مثلا اربع وحيد، وجاي بخش اكتب الباسورد بتاع الجست اللي هو اربع اتنينات. طب الباسورد نفسه ده مش انا محتاج اخزنه؟ هو انا ليه بقول ان انا محتاج اخزن الباسورد ده؟ لان انا ببساطه لما هاجي كمان شويه اخش على خطوات اللي تشيك، فهو بيعمل ايه؟ انا بكتب باسورد على الكيباد، هو علشان يتشيك عليا هو بيتشيك ما بين الباسورد اللي انا بكتبه دلوقتي وما بين الباسورد اللي هو مخزنه عنده اصلا كمايكرو كنترولر، عشان يعرف هل الباسورد اللي انا بكتبه دلوقتي ده صح ولا غلط. فبالتالي بعد ما انا اخترت ان انا اخش على او عايز اظبط الادمن مود باسورد او اعمل له سيت، فالباسورد اللي انا بكتبه ده نفسه لازم اخزنه في حاجه، لان بعد شويه هو هيتشيك ما بين الباسورد اللي انا بكتبه وما بين الباسورد اللي هو مخزنه اللي هو الباسورد بتاع الادمن او الباسورد بتاع الجست. انا لازم اخزنه في حاجه تكون فور ايفر علشان بعد كده هو يتشيك ما بين الباسورد اللي انا بكتبه وما بين اللي متخزن. فهخزنه فين؟ طبعا برضه هخزنه في الاسكور برو. فالباسورد بتاع الادمن والباسورد بتاع الجست برضه هخزنه في الاسكور برو. فانا برضه هاخد اربع اماكن من الاسكور برو، انا اللي في الكود هحدد الادريسز بتاعتهم، هبقى برايت فيهم وبريد منهم. الاربع اماكن دول هيبقوا خاصين بالادمن باسورد. طب ليه قلت اربع اماكن؟ لان انا مظبط ان الادمن باسورد اربعه ديجيت، فبالتالي كل ديجيت انا لما بكتبه اصلا بيتخزن في اللوكيشن ده الاسكي كود بتاعه، والاسكي كود بتاع كل رقم او بتاع كل حرف هو عباره عن 8 بت. فبالتالي طالما الباسورد 4 ديجيت وكل ديجيت انا بخزن الاسكي كود بتاعه اللي هو 8 بت، فبالتالي كل ديجيت هيبقى بيتخزن في 1 لوكيشن او 8 بت. فعلشان كده علشان اخزن باسورد الادمن اللي هو مكون من 4 ديجيت انا محتاج 4 لوكيشن. ده هيشيل اول الاسكي كود بتاع اول ديجيت، ده هيشيل الاسكي كود بتاع تاني ديجيت، ده الاسكي كود بتاع تالت ديجيت، ده الاسكي كود بتاع رابع ديجيت. فانا محتاج ان انا احجز، وده اللي انا عامله في الكود، ان انا حاجز اربع اماكن في الايسكور بروم دول هيبقوا خاصين بالادمن باسورد. ولما اجي اعمل سيت في خطوات السيت كل باسورد بكتبه على الكيباد بيظهر على ال سي دي، وفي نفس الوقت الاسكي كود ده بيتخزن في اللوكيشن المحدد ليه في الايسكور بروم. فيبقى اربع لوكيشن للادمن باسورد، اربع لوكيشن للجست باسورد، 1 لوكيشن للستاتس بتاعت الادمن، 1 لوكيشن للستاتس بتاعت الجست، وهيبقى فيه لوكيشن كمان خاص بحاجه اسمها البلوك مود هنتكلم عليه كمان شويه، خاص بحاجه اسمها البلوك مود. فدي كده الاسكور بروم. عشان تبقى متخيل الصوره تعالوا كده اطبق لكم خاصيه اسمها الديباج على موجوده في البروتوس. تعالوا كده نمسح الاسكور بروم كاننا اول مره رن الابلكيشن. فلما اجي رن هتلاقيه بيقول لك ويلكم تو سمارت هوم و سيت الادمن باسورد، وكانه في البدايه خالص. تعالوا كده نبص نعمل موضوع الديباج ونبدا نشوف محتوى الاسكور بروم بيتغير معانا ازاي. فاختار ديباج، هتلاقي فيه اتنين اي في ار، اي في ار ده واي في ار ده. ده هتلاقي مكتوب عليه خاص بالماستر، وده مكتوب عليه خاص بمين؟ بالسليف. فانت عندك اتنين مايكرو كنترولر، واحد منهم خاص بالماستر، بس هتلاقيه كاتب لك كده سي بي يو ريجستر ماستر، التاني هيبقى خاص بمين؟ بالسليف. فانا طبعا انا بتكلم عن كل الكلام ده عن مايكرو كنترول بتاع الماستر اللي هو مايكرو كنترولر الاولاني. فاول حاجه بعد ما هرن اختار ديباج اقف عليه، بعد كده اختار اي في ار واختار منها الاي بي روم. تمام، تعال نعملها تاني، ديباج بعد كده اي في ار بعد كده اختار منها الاي بي روم. هتلاقي فتح لك التابه بتاعه الاي سكوير بروم. ايه التابه دي بقى؟ هتلاقي في التابه ديت في ارقام هنا متخزنه وفي حاجات على الشمال. ايه ده بقى؟ الحاجات اللي متخزنه دي اللي هي الافات اللي انت شايفها، ده كده محتوى كل لوكيشن. يعني الاف اف ديت ده محتوى لوكيشن معين، لان قلت لك باي ديفولت الاسكول بروم في البدايه خالص، واحنا كده في البدايه خالص لان انا عملت لها ريسيت وبادئ من الاول خالص، بادئ بخطوات السيت فانا عامل لها ريسيت. قلت لك الاسكول بروم في البدايه خالص بيبقى اللوكيشنز بتاعتها كلها متخزن فيها افات او متخزن فيها وحايد، فبالتالي كل لوكيشن متخزن فيه 8 بت كلهم وحايد. يعني كل لوكيشن متخزن فيه بالهكس ده اسم الاف اف. فالاف اف دي هي محتوى لوكيشن معين، دي محتوى لوكيشن معين. طب دي محتوى لوكيشن معين، اللوكيشن ده الادرس بتاعه كام؟ لان كل لوكيشن بيبقى ليه ادرس. هقول لك علشان تجيب الادرس بتاع المحتوى ده، يعني المحتوى ده عايز اعرف ايه هو الادرس بتاعه او اللوكيشن ده ايه هو الادرس بتاعه، تجمع الرقم اللي على الشمال ده اللي هو رقم الرو بلس رقم الكولوم. شايف الكولومز دي؟ ده كده الكولوم 0، ده كده رقم 0، ده كده 1، ده كده 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا. فانا عايز اعرف ده كام،
فاقول لك اجمع الرقم ده بلس الرقم ده، فده كده اف اف اجمع الرقم ده اللي هو 00 اي 0 زائد الكولوم ده 1، فيبقى اللوكيشن ده الادرس بتاعه بالهكسا ديسمال هو 00 اي 1، لان انا جمعت 00 اي 0 بالهكسا ديسمال زائد 1 فاداني 00 اي 1. عايز اعرف اللوكيشن دوت او اللي هو المحتوى اف اف ده متخزن، اللي هو ال 8 بت اللي كلهم واحد دول متخزنين في الادرس. بص حتى لما وقفت عليها اداني كام؟ اداني 33. اقول لك ليه 33؟ بس انا عايز اعرف دلوقتي الاف اف ديت متخزنه في اللوكيشن اللي الادرس بتاعه كام؟ اعمل ايه؟ فاروح زي ما قلت لك اجمع الرقم ده بلس الرقم ده، فده كده 0 1 2 3، فالاف اف ديت هتبقى 0 0 30 بلس 3 اللي هي 0 0 33، فيبقى اللوكيشن اللي الادرس بتاعه 0 0 33 متخزن فيه اف اف. حتى انت لو وقفت عليه هتلاقي كتابه كده 0 0 33 متخزن فيه اف اف. فهنا في الديباج بتاع البروتوس بيقول لك كل لوكيشن بتخزن جواه قيمه كام. ففي البدايه خالص كان متخزن عندك افات. تعالوا بقى نجرب ان انا لما سيت الباسورد بتاع الادمن وسيت الباسورد بتاع الجيست ايه اللي هيحصل، عشان اوريك بس ازاي محتوى الاسكول بروم بيتغير ديبند على الكود اللي انا كتبته. هكتب اربع وحايد ادي الادمن باسورد، بعد كده اربع اتنينات ادي الجيست باسورد. تعالى بقى نبص على الاسكول بروم، هعمل ديباج وابدا. حتى لو انا قفلت الباور فتحت تاني نفس الكلام بالظبط مش هيختلف اي حاجه، خلاص هيدخلني على المود الجديد ان هو هيسكيب خطوات السيت. بص كده بدل ما كان كلها افات، لا دلوقتي بقى 0x100 اللوكيشن 0x100 متخزن فيه 01. ليه؟ لان انا في الكود كنت بقول له لما تخلص خطوات الست روح غير اللوكيشن ده، بدل ما هو 0xff خليه 0x01. طب ليه راح للوكيشن 0x100؟ لان انا اللي محدد كده، انا اللي محدد ان الستيتس لوكيشن بتاع الادمن 0x100 والستيتس لوكيشن بتاع الجست 0x101. فعلشان كده لما اخلص خطوات الست بتاع الادمن والجست روح للوكيشن اللي هو 0x100 بلس 0 اللي هو 0x100 خزن جواه 01 بالهكسا ديسمال. طبعا 01 بالهكسا ديسمال عباره عن واحد في الليست وسبعه اصفار، و راح للوكيشن الادرس بتاعه 0x100 بلس 1 اللي هو 0x101 اللي هو ده اللي هو 0x اللي هو 0101 اهو زي ما مكتوب، وخزن فيه 01. بص حتى خلي لك في الكود اهي، انا رحت فعلا ادي الادمن باسورد ستيتس ادرس اللي هو 0x100، ففعلا اللي هو الادمن باسورد ستيتس ادرس اللي هو 0x100 والجست باسورد ستيتس ادرس اللي هو 0x101. فبالتالي هو لما خلص خطوات الست ويخلص بتاعه الادمن وبتاعه الجست هيروح لللوكيشن بتاع الادمن اللي انا محدده في الكود اللي هو 0x100 وهيبدا ان هو يخزن فيه كام؟ 01، ويروح لللوكيشن الخاص بالستاتس بتاع الجست اللي هو 0x101 اللي هو عباره عن حاصل جمع الرقم ده بلس الرقم ده ويخزن فيه برده كام؟ 01. وانا اللي قايله في الكود خزن فيهم 01، يعني تعالى كده اوريها لكم. انا اللي بقول له لما تخلص خالص روح ل الجست باسورد اللي احنا وريته لك من شويه اللي هو كان 101 وخزن فيه باس ست. باس ست دي لو رحت لها هتلاقيها 0x01. فانا اللي قايله كده روح لي لما تخلص روح للجست وخزن فيها 0x01، ولما تخلص روح للباسورد بتاع الادمن ويخزن فيها. اوريك بس حته الادمن برضه لما تخلصها، روح للباسورد بتاع الادمن اللي هو الادمن باسورد ستيتس وخزن فيه 0x01. فعلشان كده راح ل 0x100 و 0x101 خزن فيهم 0x01 بالهكسا ديسمال. طيب انا كمان محدد، مش قلت لك ان انا ابقى حاجز 4 لوكيشن للادمن و 4 لوكيشن للجست؟ انا هنا محدد الستارت لوكيشن بتاع الادمن 0x102، فبالتالي الادمن هيبقى حاجز لوكيشن في الاسكوير بروم 102 و103 و104 و105 بالهكسا ديسمال. فدول كده الاربعه لوكيشن اللي هيخزن فيهم الاسكي كود بتاع الاربعه ديجيت، وانا الاربعه ديجيت اللي خزنتهم فيهم هم اربع وحايد، الاسكي كود بتاع الواحد كديسمل 49 وكهكس ديسمل 31. فبالتالي هيروح للوكيشن 102 و103 و104 و105 ويخزن فيهم الاسكي كود بتاع الوحايد، لان الباسورد اربع وحايد وكل لوكيشن منهم هيبقى شايل اسكي كود بتاع الديجيت الخاص بيه. فبالتالي هيروح فعلا للوكيشن اللي هو 0x102 اللي هو 0x100 بلس الاثنين، او تقف عليه على طول هتلاقيه بيقول لك ان هو 102. هيروح لللوكيشن اللي الادرس بتاعه بالهكسا ديسمال 0x102 وهيخزن فيه 31 بالهكسا ديسمال اللي هو الاسكي كود بتاع الواحد، وده الاسكي كود بتاع الواحد، وده الاسكي كود بتاع الواحد، وده الاسكي كود بتاع الواحد لحد 105. الجست انا من اول 106 لحد 109 اللي هو 106 و107 و108 و109 هيخزن فيهم الاسكي كود بتاع الاثنين.
الاصلي الكود بتاع الاثنين اللي هو 50 بالديسمل او 32 بالهكس ديسمل، فتلاقي ان هو فعلا خزن هنا في 106 و107 و108 و109 خزن فيهم اللي هو ال 32 اللي هو الاصلي الكود بتاع الاثنين، وده كده خاص بالبلوك مود هنتكلم عليه كمان شويه. فدي كده العمليه ببساطه، ده اللي يبين لك فعلا ليه هو لما بتيجي تعمل ران لتاني مره ما بيعديش على الخطوات الست. لان لما هاجي اعمل دلوقتي، لما اجي امسح دلوقتي واجي ابص على الاسكور بروم هلاقيها كلها افات، فبالتالي اللي انا كنت عامله من شويه ده راح، وادي كده المية كلها راحت، فبالتالي هيعديني تاني على خطوات مين السبت. فاظن كده موضوع الست بقى واضح بالنسبه لكم، نعملهم بس ست مره كمان عشان نخش على طول على الخطوات اللي بعديها. فكده اظن موضوع الست بقى واضح بالنسبه لكم. طبعا انا بشرح بعتمد ان اللي بيسمع الشرح دوت هو واخد، حد واخد الدبلومه يعني. لو حد اول مره يسمع الكلام ده طبعا بالنسبه له الموضوع هيبقى صعب جدا، لكن انا بعتمد ان انت واخد الدبلومه واوريدي انت اشتغلت على الموديولز دي وكتبت كود للاسكويل بروم، ومفروض تكون شفت الحاجات دي قبل كده. طيب احنا كده خلصنا خطوات السيت، وهنبدا بقى نخش في خطوات التشيك. فتلاقي في الاول بيقول لك دوس 0 لو عايز تخش في الادمن مود، ودوس 1 لو عايز تخش في الجيست مود. فانا في الاول هدوس 1 وهبدا ان انا اخش في الجيست مود. فهيجي يقول لك دلوقتي ابدا اكتب الباسورد بتاع الجيست. فابدا قبل ما اقول لك ان انت لو كتبت الباسورد بتاع الجيست ازاي هتعرف تتحكم في الاربعه رومز دول، تعال نتكلم ان انا كتبت الباسورد غلط. نفس الكلام اللي انا اقوله هنا ان انا بكتب الباسورد غلط ينطبق ان انا كنت كتبت الباسورد بتاعي الادمن غلط. فلو انا جيت كتبت الباسورد غلط اتوقع ايه اللي هيحصل؟ نفس اللي كان بيحصل في الموبايل. انت في الموبايل لما بتيجي تكتب باسورد غلط مش بيعمل لك مثلا ماكسيم ترايلز 5 مرات؟ فاول مره هيقول لك الباسورد غلط، ثاني مره الباسورد غلط، لما الخمس مرات يخلصوا هتلاقيه ان هو دخلك في البلوك مود. في خلال البلوك مود دول بتقعد مثلا 20 ثانيه او 25 ثانيه، في خلال الفتره دي ما ينفعش ان انت تكتب باسورد وما ينفعش ان انت تاكسس الموبايل باي شكل. وبعد ما فتره البلوك دي بتخلص اللي هم ال 20 او ال 25 ثانيه بتبدا ان هو يديلك 5 ترايلز جداد. لو كتبت الباسورد فيهم صح خلاص تمام يبدا يدخلك على الموبايل، لو كتبت الباسورد في اي واحده منهم غلط هيبدا ان هو يدخلك في البلوك مود ويعد 25 ثانيه ثانيه وهكذا. وده نفس الكلام اللي انا عامله، انا هنا عامل الماكسيمم ترايلز 3 محاولات. لو كتبت الباسورد صح في خلال ال3 محاولات تمام وهيبدا يدخلك في الجيست مود، لو كتبت الباسورد غلط 3 مرات هيبدا ان هو اول حاجه ينور لك اللمبه ديت اللي هي اللمبه بتاعه البلوك، واللمبه دي متوصله بالبنايه بتاع ديت، فيبدا ان هو ينور لك اللمبه ديت عشان تبقى انت كده دخلت في البلوك مود. ويبدا يظهر لك انا على ال سي دي يقول لك انت دخلت في البلوك مود، اقعد 20 ثانيه ما تعملش اي حاجه. لو انت خلال 20 ثانيه دول عملت اي حاجه مش هتتنفس، لان انت دلوقتي هتبقى في فتره بلوك 20 ثانيه. وبعد ما ال 20 ثانيه دي يخلصوا هيبدا ان هو يرجع لك تاني المين ويندو ويدي لك 3 ترايل تاني. نفس فكره الموبايل بالظبط، كتبت الباسورد صح في اي مره من ال3 مرات اللي هم الماكسيمم ترايلز اللي انا محددهم في الكود، هيبدا ان هو يدخلك في الجيست مود وتبدا ان انت تكنترول ال4 رومز. لو كتبت الباسورد غلط 3 مرات هتبدا تخش في البلوك مود، هينور لك اللمبه بتاعه البلوك، هيبدا يظهر لك هنا استنى 20 ثانيه. خلال 20 ثانيه دول ما بتعرفش تعمل اي حاجه، اول ما 20 ثانيه يخلصوا هيطفي اللمبه ويرجعك للبين ويندو وهيدي لك 3 ترايلز جداد. تعالوا نجرب كده، الباسورد كان المفروض 4 2ات، فانا هكتب الباسورد غلط هكتبه 4 3ات مثلا، فيقول لك رونج باسورد ترايز ليفت 2، ناقص لك محاولتين لان الماكسيم ترايز 3. كتبت الباسورد غلط تاني 4 5ات مثلا، يقول لك رونج باسورد ترايز ليفت 1. طبعا دلوقتي بيقارن ما بين الباسورد اللي انا بكتبه اللي هو هيبقى في الكود بيخزنه في اري، وما بين الباسورد اللي هو متخزن اصلا في الاسكول بروم اللي انا كنت بخزنه في 4 لوكيشن في الاسكول بروم. كتبت الباسورد اخر مره غلط هيقول لك الترايس ليفت 0 ما ناقصلكش ولا محاوله، وهيبدا يدخلك في البلوك مود وهتلاقي اللمبه دي نورت. بص كده عد، احنا واقفين هنا عند 2 و19 ثانيه، كنا بادئين من 2 و19 ثانيه، هتلاقيه تقريبا بدا يخرج من البلوك مود عند 2 و39 ثانيه تقريبا. ان احنا تقريبا كنا بادئين من 2 و19 ثانيه، فهتلاقيه عند 2 و39 ثانيه هتبقى ال 20 ثانيه خلصوا وهيبدا يرجع لك للمين ويند لان انا مظبط 20 ثانيه. استنى كده خلاص فعلا عند 32 ثانيه او 38 ثانيه لقيته رجع من البلوك مود. طب الكلام ده تم، الكلام ده كله كونفيجربل يعني ممكن اغيره. بص دلوقتي بقى بعد ما رجع من البلوك مود، طبعا رجع للبلوك مود كنت اقدر ان انا اخش على الادمن والجست تاني ان هو هيبقى مدي لك 3 محاولات جداد، او هيرجع لك المين ويندو الاساسيه اللي هي بتاعت الادمن والجست. فلو اخترت الجست هيبقى ليا 3 محاولات جداد، نفس فكره الموبايل بالظبط. الكلام ده كله انا مظبطه في الكود، يعني انا هنا مظبط ان الترايز الاوت 3. لو انا خليت الترايز الاوت 2 بص كده
انا خليت ان الترايز الاوت 2 بدل 3 وعملت بيلد للكود وجيت ران. اول حاجه اختار اهو الجيست، ابدا اكتب الباسورد بتاعه غلط اول مره. بص هيقولك الترايز ليفت كام، هيقولك الترايز ليفت 1، بعد كده اكتب باسورد غلط كمان هيدخلني في البلوك مود. ليه بقى؟ وادي هيدخلني في البلوك مود بادئ من 10 ثواني، يبقى عند 30 ثانيه اخر. طب ليه هنا عمل محاولتين بس؟ لان انا ظبطت في الكود ان الترايز ماكسيمم بتاعتي محاولتين بس مش ثلاثه. طب نفس الكلام ال 20 ثانيه، بس نخلص دي بس في الاول، هتلاقيها عند 30، هنجيلها عند 30. ال 20 ثانيه دي انا مظبطها هنا عن طريق الرقم ده، تعالى بس نشوف دي في الاول. هتلاقوه عند 30 بدا ان هو يرجع تاني ويت في اللمبه دي. بص اللمبه دي هتطفي دلوقتي ويرجع تاني عند 30، فعند 30 جت اهي اللمبه اتطفت ورجع تاني. ال 20 ثانيه دول انا مظبطهم ازاي؟ الرقم دوت اللي هو 20000 ده بيتبعت لفانكشن الديلي اندرسكور ملي سكند، اللي هي بيتبعت لها الديلي اللي انا عايزه بالملي سكند. فانا هنا مظبط ان الديلي اللي انا عايزه بالملي سكند هو 20000 ملي سكند. ف 20000 ملي سكند اللي هي 20 ثانيه، لو انا خليتها 10000 هتبقى 10000 ملي سكند اللي هي بتمثل 10 ثواني. فلو دلوقتي دخلت في الكلوك مود تاني، مش عارف انا ليه انا بقفل وبفتح، المفروض اكمل عادي يعني. بكتب الباسورد غلط، قال لي ناقص لك محاولة، هكتبه غلط تاني، هيبقى المرة دي البلوك تايم مع 10 ثواني بس. بص أول ما يتخلي بقى في البلوك تايم هتلاقي طبعا هنا أنا بادئ من كام؟ من 10 ثواني، هتلاقي عند 20 بدأ يرجع تاني، لأن أنا كنت بادئ تقريبا من عند 10 ثواني، هتلاقي عند 20 بدأ يرجع تاني للويندو الأساسية ويت في اللمبة دي 10 ثواني بس، لأن أنا فعلا ظبطت. فالكلام ده كله أنا مخليه كونفيجرابل عن طريق شوية هاش ديفاينز وشويه ماكروس تقدر ان انت تغير فيها بسهوله، فيتغير لك الموضوع ده كله. فالموضوع بسيط جدا يعني. فده كده الادمن والجيست، ورجعت الويندو الاساسيه تاني. انا دلوقتي خلاص لما رجعت الويندو الاساسيه تاني اختار الجيست، لو كتبت زي ما قلت لك الباسورد غلط مش هيدخلك، هيقول لك ناقص لك محاوله. دلوقتي بقى هكتب الباسورد صح، هكتب الباسورد صح اللي هو كان اربع اتنينات. فلما اكتب الباسورد صح دلوقتي هيقول لك رايت باسورد، وان انت دخلت دلوقتي في الجيست مود. بعد ما دخلت في الجيست مود، انت في الجيست ما تقدرش تتحكم في التي في ولا في التلفزيون، تقدر انت تتحكم في الاربع رومز. فبيقول لك دوس واحد لو عايز تكنترول روم واحد، اثنين روم اثنين، دوس ثلاثة لو عايز تكنترول روم ثلاثة، دوس اربعة لو عايز تكنترول روم اربعة. طبعا انا عامل فاليديشن لكل حاجة، يعني لو انت استعبطت ودوست اربعة خمسة مثلا يقول لك رونج انبوت ويرجع لك ويندو الاساسية تاني. فانا عامل فاليديشن لكل الكلام ده. في الويندو اللي فاتت اللي هي بتاعت الزيرو ادمن والوان جيست، الحتة دي مهمة ما قلتهاش. اول حاجه انا دلوقتي هبدا اخش في الجيست مود، فانا هكتب الباسورد زي ما قلت لكم صح. انا عامل حاجه اسمها تايم اوت، بمعنى اول ما انت هتخش في الجيست مود هتلاقي اللمبه بتاعه الجيست دي نورت، لمبه الجيست ديت متوصله بالبنه دي، ويعمل حاجه اسمها تايم اوت اللي هو محدد وقت معين تكون فيه بتاكسس الجيست مود، وبعد ما الوقت ده يخلص هيرجعك تاني للويندو الاساسيه. الوقت ده انا مظبطه كام؟ الوقت دوت في الكود اهو مظبطه هوريهالكوا. ايش 2000؟ طب 2000 دي ايه؟ ال 2000 دول هم 2000 تكايه. يعني ايه 2000 تكايه؟ التكايه ديت هي عدد المرات اللي انا بروح فيها التكايه الواحده، هو الوقت اللي بياخده علشان يروح فيه ينفذ الاي اس ار بتاع التايمر. فلو رحنا للتايمر هتلاقي ان انا كنت مظبط ان وقت التكايه 10 مللي سكند، اللي هو الوقت اللي بيروح فيه للاي اس ار هو 10 مللي سكند، كل 10 مللي سكند بيروح للاي اس ار. وال 2000 اللي انا مظبطها هنا دي هي عدد المرات اللي هيروح فيها للاي اس ار او عدد التكات، يبقى التكات الواحده وقتها 10 مللي سكند، عدد التكات او عدد المرات اللي هيروح فيها للاي اس ار قبل ما التايم اوت يخلص بتاع الجيست مظبطه ان هو 2000 تكات، والتكات كانت 10 مللي سكند، يبقى 2000 في 10 مللي سكند اللي هي كام؟ 2000 في 10 مللي سكند اللي هي 20 سكند. فانا مظبط ان وقت الجيست مود يكون 20 ثانيه، واريد بس ان لو غيرت الرقم ده الموضوع هيتغير. ان انا مظبط ان التيك تايم وقت التكايه او الوقت اللي هو بيروح فيه للاي اس ار يكون 10 مللي سكند، ومظبط ان هو هيبقى يحصل له تايم اوت بعد 2000 تكايه، يعني هيحصل له تايم اوت بعد 20 سكند. فعلشان كده انت اول ما تخش في الجيست مود، يعني دلوقتي اللمبه هتلاقيها مطفيه، لما اكتب الباسورد صح وابدا اخش في الجيست مود هتلاقي اللمبه نورت، وهتلاقي ان هو ادالك 20 ثانيه خلالهم تقدر ان انت تاكسس الجيست مود. فهكتب باسورد صح اهو، قال لك رايت باسورد ونور اللمبه. احنا بادئين من عند 35، هتلاقي عند 55 تقريبا بدا ان هو يخرجك من الجيست مود. ف
فتعالى اوريها لكم بس في الاول، بعد كده هكبر التايم علشان اقدر ان انا اشرح عليه. بس تعالى اوريها لكم ان هو هتلاقوه عند ال 55، عند ال 55 بدأ ان هو يخرج من الجست مود ويقول لك سيشن تايم اوت، وتفي لك اللمبه بتاعه الجست ويرجع لك ليه الويندو الاساسيه. فاللي انا عامله ده حاجه اسمها سيشن تايم اوت، اللي هو بحدد للجست وقت معين، هو عند 55 قال لك سيشن تايم اوت وبدا يرجعك ليه الويندو الاساسيه. اللي انا عملته ده حاجه اسمها سيشن تايم اوت، بحيث ان انا اديت الجست وقت معين خلاله يقدر ان هو ياكسس الرومز، بعد كده هرجعه الويندو الاساسيه تاني. فانا هنا اختار جست، بس قبل ما ارن الكود ده هبدا ان انا اغير التايم ده، اكبره شويه، انا اخلي ال 2000 دي مثلا 6000، بحيث يبقى انا كده ظبطت 6000 في 10 مللي سكند، بحيث تبقى 6 سكند 60 سكند، اللي هي تبقى دقيقه كامله. فدلوقتي انا هقدر ان انا اكسس الجست مود لمده دقيقه كامله. فاختار جست، اكتب الباسورد بتاعه صح، بعدين دلوقتي انا عند حوالي 6 ثواني، فهو يفضل معايا لحد دقيقه او 6 ثواني، اقدر في خلال الدقيقه دي ان انا اكسس الجست مود. فاول حاجه بيقول لك دوس واحد، فانا هدوس واحد وابدا ان انا كنترول روم واحد. بيقول لك خلي بالك روم واحد اس نقطتين اوف، معناه ان الاستاتس بتاعته اوف. هي فعلا روم واحد الاستاتس بتاعته اوف. هو عرف الكلام ده ازاي؟ يعني المايكرو كنترول ده عرف ازاي ان المايكرو كنترول الثاني اللي الدايه الاولانيه فيه اللي هي روم واحد اوف؟ لان هو ببساطه المايكرو كنترول ده بيريد البنيه دي، ولو واحد او سواء واحد او صفر بيبدا يبعت القرايه بتاعت البنيه دي، يعني هو بيريد البنيه دي، عشان لو منوره هيبقى طالع هنا لوجيك هاي لو 5 فولت، لو مش منوره هيبقى طالع هنا لوجيك لو. فهو بيريد البنيه دي وبيبدا يبعتها عن طريق بنات الاس بي اي للمايكرو كنترول ماستر. المايكرو كنترول لو لقى البنيه دي عليها واحد هيبدا يطبع لك ان الداتا دي منوره، ويقول لك الاستاتس اون. لو لقى عليها زيرو هيقول لك ان الاستاتس بتاعتها اوف، فعلشان هي مطفيه فعلشان كده ظهر لك الاستاتس اوف. بيقول لك دوس واحد لو عايز تنورها، ودوس اثنين لو عايز تطفيها، دوس زيرو لو عايز ترتيرن للويندو اللي قبلها. طبعا دوست اي حاجه ثاني هيقول لك رونج انبوت وهيرجع لك الويندو. حاجات دي كلها عملها فاليديشن. فانا هدوس واحد هتلاقي ان اللي ادانا ورد، بس طبعا مش هيبقى معانا وقت، احنا مظبطين دقيقه فخلاص دقيقه قربت تخلص، فخلاص ناقص لنا 5 ثواني ولا حاجه ويحصل سيشن تايم اوت. فانا هحاول اكبر الوقت ثاني اكتر عشان اشرح عليه، بس خلاص ناقص لنا 3 ثواني ولا حاجه ويحصل لنا مثلا سيشن تايم اوت. فعلشان كده هحاول اكبر الوقت، خلاص حصل سيشن تايم اوت تمام، فهكبر الوقت شويه مثلا، هخليه بدل 6000 نخليه مثلا 9000، بحيث يبقى دقيقه ونص مثلا، ونبدا بقى الكنترول. فاختار الجست، ابدا اكتب الباسورد بتاعه صح، اقول روم واحد، هيقول لي خلي بالك روم واحد الاستاتس بتاعته اوف. هقول له خلاص انت بتقول لي ادوس واحد لو عايز انورها، فانا هبدا ان انا انورها، هدوس واحد. ففعلا لو رحت للداية دلوقتي هتلاقي ان الداية فعلا نورت. لو انا اخترت واحد تاني عشان اكنترول على روم واحد، هتلاقي يقول لك ان روم واحد دلوقتي الاستاتس بتاعتها ان هي اون، دلوقتي الداية بقت منوره. فالمايكرو ده لما عمل ريد للبنايه دي لقاها بواحد، بعت هنا واحد، ده لما لقاها بواحد ظهر لك ان الاستاتس بتاعتها ايه؟ اون. فدلوقتي انا لو دوست على اثنين فانا دلوقتي بطفيها، هتلاقي ان هي طفت. فلو اخترتها تاني هيقول لي الاستاتس بتاعتها اوف وهكذا، اقول له لا زيرو عشان ارجع للويندو اللي قبلها واعمل ريتيرن للويندو اللي قبلها. نفس الكلام لروم اثنين، هروح انا منورها واروح لروم واحد وادوس واحد تاني وانورها، وروم ثلاثه وانورها برده، واروح لروم اربعه، هتلاقيهم دلوقتي كلهم منورين ما عدا روم اربعه، اروح لروم اربعه برضه اعمل ايه؟ وبرضه انورها. هتلاقي دلوقتي بقت كل اللي الدات منوره. فده كده الكنترول بتاع الجست، اللي هو يقدر يكنترول على الاربعه رومز ويقدر ينور اي واحده فيهم او يقدر يطفيها. وحته الاستاتس دي كان بيعرفها عن طريق ان المايكرو كنترول التاني هو اللي بيبعت البتايه ديت للمايكرو كنترول الاولاني، او قرايه البنايه ديت للمايكرو كنترول الاولاني. فده كده اللي هو الجست مود. طبعا هو لسه مكمل معانا، اللي انا معايا لحد 90 ثانية، يعني انت هتفضل مثلا مكمل كده لحد دقيقة و 35 ثانية، لأن أنا كنت بادئ من 5 ثواني مثلا أو من 10 ثواني. فبس فده كده الكنترول بتاع الجست مود. دلوقتي كلهم منورين، هنسيبهم منورين عادي وهنبدأ إن احنا نخش في الأمن مود. فدي كانت الفكرة ببساطة، اللمبة دي هتفضل منورة بتاعت الجست، تبدا ان هي تطفي بس لما يبدا يحصل سيشن تايم اوت. اللمبه دي بتنديكيت ليك ان انت دلوقتي في المود بتاع الجست، بحيث وانس ان اللمبه اتطفت هتبقى انت كده فهمت ان الجست خلص، وهتلاقي النور جا لك للويندو الاساسيه اللي هو زيرو، دوس زيرو لو عايز تخش على الادمن، ودوس واحد لو عايز تخش على الجست.
فخلاص هو قرب يحصل له سيشن تايم اوت، انا عايز اوريها لكم يعني، ممكن كتير 5 ثواني مثلا ويحصل له سيشن تايم اوت، لان هو دلوقتي فات دقيقه اه خلاص حصل له سيشن تايم اوت وخلص الوقت بتاع الجيست، وهتلاقي ان اللمبه دي اتطفت. بس بقى لو عايز يخش على الادمن مود هيبدا يدوس زيرو، ويخش على الادمن مود هيبدا يكتب الباسورد بتاع الادمن اللي هو عباره عن 4 وحايد نفس الكلام. كتبت الباسورد غلط، انا مظبط ان الماكسيمم ترايز 2 فهيقول لك ناقص لك محاوله. انا دلوقتي هكتب الباسورد صح بقى مش غلط علشان يدخلني في الادمن مود. في الادمن قال لي رايت باسورد ودخلني في الادمن. في الادمن انا اقدر كنترول على الاربعه رومز، واقدر كنترول على التي في، واقدر ان انا كنترول على الاير كونديشنر. علشان كده ما اقدرش ازيرهم كلهم على شاشه ال سي دي، فكتبت دوس واحد لو عايز كنترول روم واحد، اثنين لو هتكنترول روم اثنين، ثلاثه لو هتكنترول روم ثلاثه، اربعه فور مور. اربعه دي بقى هي اللي هيبقى فيها روم اربعه وفيها التي في وفيها اير كونديشنر، فعلى وطبعا فيها ريتيرن عشان لو عايز ارجع للويندو اللي قبلها، فانا ادوس اربعه عشان ارجع للويندو اللي قبلها. فهنا بس عشان ما اقدرش ازيرهم كلهم في صفحه واحده فعملتهم على تو بيجز. فاول حاجه لو دوست على واحد هيقول لي الاستاتس بتاعتها اون، مين اللي خلاها اون؟ اللي خلاها اون الجست مود، لان الجست اخر حاجه كان منورهم كلهم. فانا دلوقتي هبدا ان انا اطفيها، و طبعا حصلت سيشن تايم اوت. ليه حصلت سيشن تايم اوت؟ برضه نفس الكلام بالظبط، انا عامل للادمن مود، عامل للادمن سيشن تايم اوت. يعني اول ما اخش في الادمن مود هتلاقي اللمبه بتاعت الادمن نورت، واللمبه دي هي عباره عن بنايه مايكرو كنترولر اللي هي بنايه الادمن. وانا مظبط للادمن مود ان اللي هيخش في الادمن مظبط له هنا 3000 تكه بس، اللي هي كام؟ اللي هي 30 ثانيه بس. فطبعا ممكن اكبر الرقم ده، فالرقم ده كونفيجرابل اللي هو بظبط وقت معين بحيث يفضل فيه في الادمن، وانس ان الوقت ده خلص يبدا يرجع تاني للويندو الاساسيه. فخليه برده 9000 بحيث ان هو يفضل في الادمن دقيقه ونص، فاقدر ان اوريك كل حاجات الادمن. بس ملحوظه صغيره، كلمه تك انا عايز بس اقول ملحوظه على كلمه تك عشان لو حد مذاكر يعني. الديفينيشن بتاع كلمه تك هو الوقت اللي بيحتاجه التايمر علشان يعد عداه واحده. لكن لما بيتخش في كونسبت الاوبريتنج سيستم والارتوس بيبدا يعرف التك على انها مش الوقت اللي التايمر محتاجه عشان يعد عدة، ده الوقت اللي التايمر بيحتاجه علشان يروح ينفذ الاي اس ار. طبيعي التايمر بيعد وقت معين، بيعد كام عدة على حسب انت شغال كومبير ماتش او اوفر فلو، بعد ما بيعد عدات معينه بيبدا ان هو يروح ينفذ الاي اس ار. ففي الاوبريتنج سيستم بيعرف التكايه، عشان التايمر بيستخدم في الاوبريتنج سيستم، فبيعرف التكايه ان هي الوقت اللي بياخده التايمر علشان يكون عد الريكوايرد نمبر اوف الكاونت ويروح ينفذ الاي اس ار. فبالتالي بيبقى التيك تايم هو الوقت اللي بيحتاجه التايمر عشان يروح ينفذ الاي اس ار. لكن الديفينيشن بتاع التيك عموما هو الوقت اللي بيحتاجه التايمر عشان يعد عده واحده، فده الديفينيشن صح، اللي هو التيك تايم هو الوقت اللي بياخده التايمر علشان يعد عده واحده. لكن في الاوبريتنج سيستم ممكن بتلاقي ناس بيعملوا ديفينيشن اللي هو الوقت اللي بيحتاجه التايمر عشان يعد عدد معين من العدات، ولما العدد ده يخلص يروح ينفذ الاي اس ار. فده الديفينيشن اللي انا استخدمته هنا، ان انا اعتبرت ان التيك تايم هو الوقت اللي بيحتاجه التايمر علشان يعد ال 78 عده اللي انا حاططهم له ويروح ينفذ الاي اس ار. فبالتالي لما انا اظبط 2000 تكايه فيبقى كده هو هيبقى عمل ديلي 20 ثانيه قبل ما او ال 20 ثانيه دول بيمثلوا وقت السيشن تايم اوت. فاهم اختلاف تسميات مش اكتر، بس عشان بس تبقى عارف ان ليه مسميين، اللي هو المسمى الصح اللي هو الوقت اللي بيحتاجه التايمر عشان يعد عداه واحده. لكن في الاوبريتنج سيستم لما بيستخدموا التايمر بيعتبروه ان التيك تايم هو الوقت اللي بيحتاجه التايمر علشان يكون عد الريكوايرد نمبر قبل ما يروح ينفذ الاي اس ار، فكانه الوقت اللي بيحتاجه التايمر عشان يروح ينفذ الاي اس ار لمره. وديبند انت هتظبط النمبر اوف التكس كام، ديبند انت هتحقق ديلي كام قبل ما التايمر يقول لك ان هو خلص الريكوايرد بتاعه. فدي نوت بس سريعا كده. فانا هنا ظبطت ان هي بقت 9000، فبالتالي انا ظبطت ان هي برده دقيقه ونص، فاقدر ان انا اجرب لكم الادمن مود كله يعني. فنفس الكلام هقول بس على الادمن، بس طبعا هقفل عشان وابدا ارن من اول جديد. هبدا اخش على الادمن مود دلوقتي معايا دقيقه ونص مفيش مشكله، فابدا اخش على اكتب الباسورد صح، هلاقي اللمبه بتاعت الادمن نورت. طبعا انا هطفي كل اللمبات يعني دلوقتي عشان انا كنت اوريدي كنت طافيهم كلهم، فابدا ان انا اقدر اتحكم في اي روم منهم. ادي روم واحد ابدا، لا طبعا هي مطفيين مش عشان انا كنت طافيهم، هم مطفيين علشان كان اخر حاجه الجست مود كان منورهم بس انا قفلت الابلكيشن وفتحته تاني، فهو مش هيبقى محتفظ بالستاتس بتاع اللمبات. لو انت عايزه يعمل حاجه زي كده ممكن تخزن الستاتس بتاعتهم مثلا في الاسكول بروم، بس هو مش محتفظ بيهم لان هو الكود كان منورهم. فانا قفلت الابلكيشن فتحت تاني، فبالتالي اللي كان منور طفى. فانا دلوقتي هبدا مثلا ان انا هنورهم
الحاجه الوحيده اللي انا احتفظت بيها اللي هي البلوك مود. يعني في البلوك مود كنت انا عامل لوكيشن للبلوك، كنت بخزن فيه 0x00، ولو كنت دخلت في البلوك مود كنت ببدا ان انا اغيره اخليه 0x01. فانا كنت دخلت في، هجربها لكم دلوقتي، ان انت لو كنت دخلت في البلوك مود، ممكن نجربها قبل ما نجرب الادمن، ان انت لو دخلت في البلوك مود واستعبطت وقفلت الابلكيشن فتحت تاني هو هيديتكت، لان انا كنت مظبط الكلام ده في الاي سكور برو. انا بصوا كده، انا دخلت على الادمن كتبت الباسورد غلط، فالتاني ماكسيمم ترايل واحد او ناقص لك ترايل واحده، كانت باسورد غلط تاني، فدخلت في الجست. فانا استعبطت دلوقتي ان انا افتكرت اقصد في البلوك، فانا استعبطت دلوقتي بدات اقفل الابلكيشن ورن تاني، هتلاقي ان هو برده دخل لي تاني في البلوك مود. ليه؟ لان انا كنت مظبط لوكيشن في الاسكور بروم اللي انا اللوكيشن قلت لكم ده هنتكلم عليه في الاخر اللي هو بتاع البلوك، كنت بخزن فيه 0x00، ولو كان دخل في البلوك مود كنت بخزن فيه 0x01، فكنت برده بعمل له ريد في بدايه الكود. فبالتالي لو انا قفلت الابلكيشن فتحت تاني هيبدا يريد اللوكيشن ده وهيلاقي فيه 0x01، فيفهم ان هو قبل ما يقفل كان موجود في البلوك مود، عشان ما حدش يستعوض، ما حدش يقفل في البلوك مود فيروح قافل الباور ويفتحها تاني، لا هيفضل برضه ستيل في البلوك مود. لكن حته الايريد او اللي ديت من ورا، لا دي انا ما كنتش مظبطها في، ما كنتش مظبطها في الكود، يعني ان انا محافظ على الاستاتس بتاعتهم. فبالتالي لو انا كنت منورهم كلهم وقفلت الابلكيشن وفتحت تاني فهيبقوا كلهم مطفيين. فانا دلوقتي هخش في الادمن معايا دقيقة ونص، اقدر ان انا هنورهم كلهم، هبدا ان انا انور حق اللومات كلها، ايه الاستيتس اوف اخليها اون، الاستيتس اوف اخليها اون، ودي نفس الكلمة اخليها اون، واخش على اربعة اللي هي مور، اخش على روم اربعة لو عايز اكنترول عليها ادوس واحد، بعد كده الاستيتس ده اوف اخليها اون. فانا كده نورت كل حاجة، نورت الاربعة لومات، اه التي في انا نورته لسه، التي في لسه، نورت الاربعة روم بس، التي في نفس الكلمة اختاره اتنين، بعد كده الاستيتس بتاعته اوف اخليه اون، ان ليه كنترول على التي في. فدلوقتي كله بقى اون ولسه ستيل انا موجود في الادمن مود، فاللمبه بتاعته منوره. ناقص بقى الاير كونديشنر، ده اخر حاجه عايزين نتكلم عليها. الاير كونديشنر عموما ايه فكرته؟ او التكييف، التكييف اول حاجه يا اما بيبقى مفتوح يا اما بيبقى مقفول، يعني يا اما انت هتفتحه يا اما هتقفله. طب لو انا قفلته خلاص، لو قفلته هتلاقي ان هو الهاردوير بتاعه واقف وكل حاجه. طب لو انت فتحت التكييف، لو انت فتحت التكييف انت بتيجي بالريموت بتظبط درجة حرارة التكييف. انا وليكن ظبطت درجة حرارة التكييف ان هي تكون 24، فايه اللي بيحصل؟ التكييف بيديتكت درجة الحرارة عن طريق التمبريتشر سنسور، لو لقى ان درجة الحرارة دلوقتي اعلى من 24 فبيبدأ يشغل الهاردوير بتاعه علشان ينزل درجة الحرارة ويخليها 24. لو لقى ان درجة الحرارة اوريدي اقل من 24 ساعتها مش هيشغل الهاردوير بتاعه، لان هي اصلا اوريدي اقل من الرقم اللي انت محدده. فهو لو انت حددت رقم معين لقى ان درجة الحرارة دلوقتي اعلى منه هيبدا ان هو يشغل الهاردوير بتاعه، لقى ان درجة الحرارة اقل منه فمش هيبدا ان هو يشغل الهاردوير بتاعه، هيبقى موقف الهاردوير بتاعه، لان اوريدي درجة الحرارة اقل من درجة الحرارة الريكوايرد اللي انت عايزها، والتكييف بيستخدم علشان يبرد الجو. فدي فكرته. فطبعا درجة الحرارة اللي هو هيبقى بيديتكتها عن طريق التمبريتشر سنسور هبقى انا هنا مظبطها عن طريق التمبريتشر سنسور ده. فده التمبريتشر سنسور اللي هيبقى واصل طبعا بيه بالنات المايكرو كنترول تاني، بحيث ان الاير كونديشنر عن طريق التمبريتشر سنسور ده هيبقى بيديتكت درجه الحراره. فانا دلوقتي لو كتبت له هنا على التمبريتشر سنسور ان درجه الحراره 24، فانا بقول له ان درجه حراره الجو دلوقتي هي 24. فالنقطه دي مهمه، يبقى لما اكتب له ان درجه الحراره 24، طبعا حصل سيشن تايم اوت عشان دقيقه ونص خلصوا، بس لما هنا اقول له 24 على التمبريتشر سنسور فكاني بقول للتكييف ان درجه الحراره اللي انت عامل لها ديتكت التمبريتشر سنسور اللي جواك هي 24. فدلوقتي انا اللي هاجي بالريموت وهبعت له درجه الحراره ريكوارد، فلو انا بعت له درجه حراره ريكوارد مثلا 26، فهو دلوقتي شايف درجه حراره الجو اللي هي متظبطه بالتمبريتشر سنسور اللي هو قايسها بالتمبريتشر سنسور بتاعه 24، وانا بعت له بقول له خلي درجه حراره الجو 26. فبالتالي هو مش محتاج يشغل الهاردوير بتاعه لان درجه حراره الجو دلوقتي اقل من الريكوارد، فبالتالي مش محتاج يبرد، عكس ان انا ابعت له ان درجه الحراره الريكوارد 20 وهو يبقى قايس ان درجه حراره الجو دلوقتي 24، فبالتالي درجه حراره الجو دلوقتي اعلى من الريكوارد، فيبدا يشغل الهاردوير بتاعه بحيث يبرد الجو وينزل درجه الحراره وينزلها لكام؟ ينزلها ل 20. فدي فكره التكييف. تعالوا بقى نشوف الكلام ده هنطبقه ازاي. اول حاجه هبدا اخش على الادمن، هختار 4 مور، بعد كده اختار الاير كونديشنر اللي هو طبعا 4 ريترن هترجع للويندو اللي قبلها، انا اختار الاير كونديشنر. دلوقتي اول حاجه بيقول لي هل انت عايز تسيت التمبريتشر، هل انت عايز تبعت درجه حراره التمبريتشر عن طريق الريموت ل
التكييف بحيث التكييف ديبند عليها يشتغل، ولا انت عايز تكنترول التكييف بحيث تطفيه وتولعه؟ اولا هو الديفولت بتاعه دلوقتي انه اوف، فانا لازم في الاول اولعه، لان انا حتى ما ينفعش ابعت له درجه حراره تمبريتشر، مش هياخد اي اكشن ولا هينور، يعني هو عمره ما هينور حتى لو بعت له، يعني الاير كونديشنر ده اللي هو التكييف عمره ما هينور حتى لو انا بعت له درجه حراره درجه الحراره الريكوايرد تكون اقل من درجه الحراره اللي هو قاسها، مش هينور الا اصلا لما اكون عامل له اون. فلو انا عامل له اوف هو كده كده مش هينور، فبالتالي انا اول حاجه اعملها لازم اعمل له اون، بحيث ان كده فتحت التكييف. هل كده نور؟ لا مش هينور. امتى ينور؟ لما تكون درجه حراره التمبريتشر اللي انا باعتها له اللي انا مظبطها بالريموت تكون اقل من درجه حراره الجو اللي هو قاسها بالتمبريتشر سنسور بتاعه. فايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هدوس واحد اقول له هسيت التمبريتشر، فيقول لي خلاص ابعت التمبريتشر اللي انت عايزها بالسليز، انت عايزها كام؟ فاقول له انا عايز درجه الحراره تكون مثلا 27، فانا بعت له ان درجه حراره ريكوايرد 27، فقال لي التمبريتشر سند. هل هينور؟ مش هينور. ليه؟ انا بعت له ان الريكوايرد 27 وهي اصلا 24، فهي اقل من الريكوايرد، هي اقل من الريكوايرد، فبالتالي مش محتاج يشغل الهاردوير بتاعه. امتى يشغله؟ لو انا بدات اعلي درجه الحراره وخليتها اعلى من ال 27، خليتها 28. طب عند ال 27 نفسها هنتكلم، عند ال 27 نفسها لسه هتكلم معاكم دلوقتي. دلوقتي لو عليت درجه الحراره 25 ما نورش، 26 برضو ما نورش، 27 برضو ما نورش، 28 هيبدا ينور، 28 نور. ليه؟ لان دلوقتي لما خليتها 28 فبقت درجه حراره الجو اعلى من الريكوارد، الريكوارد 27 درجه حراره الجو 28، فهيبدا ان هو ينور علشان يشغل الهاردوير بتاعه علشان يبدا ان هو ينزل درجه الحراره ويخليها فعلا 27 زي ما انا كنت مظبطها. لكن لو انا اصلا طب نخش بس في الان مود تاني. لكن لو انا اصلا كنت قافل التكييف، يعني دلوقتي التكييف منور، لو انا اصلا كنت قافله خلاص مش هتفرق معايا بقى التمبريتشر، يعني لو انا كنت قافله هعمل له كنترول اوف، فاصلا كده كده هو مقفول، يعني قلت له كنترول دلوقتي السيستم بتاعته اون انا اخليه اوف، فهو اصلا هيبقى مقفول ومش هيهتم بدرجه الحراره اللي انا باعتها. لكن لما افتحه ساعتها هيبص لدرجه الحراره اللي انا باعتها ويبدا يقارن درجه الحراره اللي انا باعتها بدرجه الحراره الريكوايرد. طب عند ال 27 نفسها، عند ال 27 نفسها بيتبع حاجه اسمها الهايستيريسيس. ايه الهايستيريسيس دي؟ ان ان الرقم نفسه بيتبع اللي قبله، يعني مش هو دلوقتي التكييف منور؟ عند ال 27 نفسها اللي هي نفس درجه الحراره الريكوايرد هو هيتبع اللي قبله، فلو خليت 27 هيفضل برضه منور. هل معناها ان عند التساوي بينور؟ اقول لك لا، هو عند التساوي بيتبع الحاله اللي قبله، الحاله اللي قبله ان هو كان منور، فلو نزلت درجه الحراره خليتها 27 برضه يفضل منور. ليه بيعمل كده؟ علشان ما يقعدش يغير الحاله بتاعته كتير وما يبوظش الهاردوير. انا مش هطفي الا لما درجه الحراره تقل عن الريكوايرد، لكن عند المساواه بيتبع الحاله اللي قبله، فالحاله قبله كانت منوره فعند ال 27 مش هيطفي، مع ان درجه الحراره الريكوايرد 27 ودرجه حراره الجو ده 27، مش معناه ان هو عشان حصل تساوي هيبقى منور، لا، هو لما يحصل تساوي بيتبع الحاله اللي قبله، الحاله قبله ان هو كان منور. لو انا خليتها 26 هتلاقي ان هو طفى. ليه طفى؟ لان دلوقتي بقت درجه حراره الجو اعلى من درجه الحراره، درجه حراره الجو بقت اقل من درجه الحراره الريكوايرد، فطالما درجه حراره الجو اقل فمش محتاج يشغل التكييف. طب لو خليتها 27 هل هينور؟ اقول لك لا، لان عند ال 27 نفسها اللي هي درجه الحراره الريكوايرد اللي انا كنت باعتها، عند ال 27 نفسها بيتبع الحاله اللي قبله، لكن عند ال 28 هينور، عند ال 27 تاني هيفضل منور. هحاول حتى اصغر لكم عشان تشوفوا الصوره، محتاجش مش هقعد اعمل الكلام ده. عند 26 هيطفي، ال 27 هيفضل مطفي لانه بيتبع الحاله اللي قبل، 28 هينور، وهكذا. ممكن اغير التمبريتشر، اعمل لها ست تاني، اخليها المره دي كام؟ اخليها المره دي 29 مثلا، فالمره دي 28 دي مطفي. ارجع بس نفس المود الاول، انا خلاص عملت لها 6 وخليها 29، فدلوقتي اختار اهو، لا مش هختار حاجه خلاص، انا هشتغل هنا، انا اوريدي خليها 29، ف 28 مطفي، 29 مطفي، 30 هينور، 29 حصل تساوي هيفضل منور، 28 هيطفي. فانت اللي بتظبط التمبريتشر كانك بتظبط درجه حراره التكييف بالريموت، وكده كده لازم تخليه اون اصلا علشان تشغل الهاردوير، قلنا عشان اصلا تشغل التكييف، لكن هو مش هيشغل الهاردوير الا لو كان درجه حراره الجو اعلى من درجه حراره الريكوايرد. فده كده البروجكت، وبروجكت كويس جدا. احنا استخدمنا فيه الدي اي او كابينات مايكرو كنترول، فاستخدمنا موديل الدي اي او،
استخدمنا فيه موديول الليد، استخدمنا فيه الموديول بتاع الانتربت. هتلاقي ان هنا مستخدم كونسبت الانتربت في كذا نقطه، حتى في انتربت كنت مستخدمه في التايمر. هتلاقي مستخدم الاي سكوير بروم، هتلاقي مستخدم ال سي دي، مستخدم الكيباد، هنا مستخدم الاي دي سي عشان اخد درجه حراره التمبريتشر دي احولها لفولت وبعد كده ابدا اعمل لها ديجيتاليزيشن. فاستخدمت اي دي سي، استخدمت تايمر عشان يعد لي الوقت بتاع كل مود، استخدمت الاس بي اي كوميونيكيشن بروتوكول. فهو مشروع كويس جدا ولامم كذا موديل مع بعض. طبعا الكود هتلاقوه في الديسكريبشن والبرو ديزاين، الكود هتلاقوه كبير جدا، هتلاقوا فيه كود للماستر وفيه كود تاني للسليف، والكود هيبقى كبير شويه يعني، وهتلاقوه مكتوب بشكل موديولر كويس جدا ومطبق فيه شويه رولز انتظار وشويه رولز ميزرا سي. فاتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وتبصوا على الكود والبرو ديزاين، وشكرا.